لسه مكملين كلام عن مهرجان العالمين، وكمان كشفت الإعلامية منى عبد الوهاب المتحدث الرسمي لمهرجان العالمين في نسخته الثانية إن هيبقى فيه العديد من الحفلات الغنائية لكبار النجوم خلال المهرجان، واللي هيكون أبرزهم تامر عاشور، كاظم الساهر، محمد منير، كاريوكي، ويجز، ديانا حداد، سعاد ماسي، وكمان النجم عمرو دياب. كمان طبعا واكيد كلنا تابعنا امبارح ان المؤتمر الصحفي للدوره الثانيه من مهرجان العالمين بدا برثاء الكاتب الراحل وحيد حامد، واللي بيوافق امبارح 1/7 ذكرى ميلاده ورحل عن عالمنا منذ ما يقرب من 3 سنوات. من حقل ألغام لمدينة ترفيهية آمنة جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية، أهلا بكم في مدينة العالمين الجديدة. قبل أن نبدأ الحديث عن المهرجان لابد أن نبعد برسالة شكر وعرفان للمبدع الراحل الأستاذ وحيد حامد في ذكرى رحيله. ندعو له جميعا بالرحمة والمغفرة، ونذكر أنفسنا ونذكركم أن المبدعون لا يرحلون. وحيد حامد باق بيننا بإبداعاته. نظراً لظروف والأوضاع الراهنة، قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن تطلق النسخة الثانية للمهرجان بشعاره العالم عالمين، رافعة علم فلسطين الحبيبة، حراً يرفرف بعزة وكرامة جنباً إلى جنب مع العلم المصري. جاء هذا القرار بناءً على قرار الشركة بتخصيص 60% من أرباح المهرجان لدعم أهلنا في فلسطين، يعني كل عائلة مصرية وعربية تشارك في فعاليات المهرجان تدعم عائلة فلسطينية. لتخرج إلى النور النسخة الثالثة لمهرجان العالمين الجديدة، اشتغل عليه أكثر من 50 شركة مصرية وأكثر من 50,000 أيدي عاملة مصرية، من أول اللي فكر وخطط ورسم لحد اللي بنى واللي شال واللي عملوا اللمسات الأخيرة. بنقدم لهم جزيل الشكر، وهنستعرض مع حضراتكم بعض فعاليات المهرجان. مهرجان الموسيقى بيشمل أكتر من 10 حفلات لأحب النجوم المصريين والعرب. أما مهرجان الطعام فهو فيه فعاليات، منها وأهمها حفلات التذوق أو فعاليات التذوق، ودي اللي أكيد كتير جداً من حضراتكم هيكون موجود فيها. مهرجان الرياضة وفي بادل وكرة طائرة وسلة وكثير من الفعاليات الرياضية والنشاطات والمسابقات كمان لذوي القدرات الخاصة. مهرجان الترفيه وهو بيبدأ الحقيقة بدعم صناعة المسرح المصري، بيتعرض فيه أكتر من 6 مسرحيات على رأسها مسرحية مهمة جداً كل ممثليها هم من شباب ووجوه جديدة، هي مسرحية استعراضية مجتمعية راقصة إنتاج شركة دي أس بلس. مهرجان نبتة، لأول مرة في مصر بيتم تدشين مهرجان خاص بالطفل.